كل واحد بيطلع على العالم من منظوره المختلف. في ناس بتشوفه مليان باليأس، بالظلم، بالفقر، بالحقد، بالتشرد، بالدمار، بالحروب، بتشوفه عالم أسود، بتشوف الشر، بتشوف الأسى، وبتحس إنها عاجزة، بتحس إنها عاجزة تطلع من هذا الواقع، بتحس إنه اليأس مسيطر وما عنده أي خيار إلا أن تزعل، تبكي، تنهار، تتخبى. بتنسى إنه العالم فيه شيء غير الظلم، بتلاقي ما عنده أي خيار غير إنه تكسر، حتى تكسر كل شيء جواته. تنسى تحلم، تنسى الألوان، تنسى إنه هاد يلي عم يتكسر من جوا فعليا هو أنت، وبتبلش بتصير قطع صغيرة صغيرة. هاي القطع في ناس ما بتنسى إنه هي فيها تغير، فيها ترجع هاد العالم، فيها تعمله أحلى من هيك، فيها تلملم حالة، فيها تلملم أحلامها، تلملم أجزاءها وترجع تحطهم بشكل أحلى مما كان، مو مثل ما كان. فيها ترجع للماضي ألوانه أحمر، أخضر، أزرق. فيها تفرح وتنبسط وتعيش. بدأت اشتغل بالعمل المجتمعي كان عمري 15 سنة. عملنا عدة مشاريع أنا ورفقاتي، منها مشروع أول مكتبة عربية بمدينة غازي عنتاب، ومشروعنا استهدفنا كل شرائح المجتمع السوري أو الفئات العمرية لنقول. وتاني مشروع اشتغلنا عليه أنا ورفقاتي وهو ضمن فريق أهلية محلية على مشروع سوريا بكل الألوان، كان هدفنا بالفريق إنه نحن نشتغل على قيم التنوع والسلام ونعزز هاي القيم بين جميع طوائف شرائح المجتمع السوري، لأنه كنا جدا بحاجة إليها. بيس. مرحبا، انا عامر، انا بحاول قد ما فيني اني انشر العلم بمجتمعي واشتغل على المشاريع اللي بتنشر العلم بالمجتمع اللي عايش فيه، والحمد لله بحاول قد ما فيني انشر الفكره وانشر العلم. شكرا. مرحبا، انا حنا، انا من اول ما جيت على تركيا وانا بحاول اني اقدم المساعده للناس اللي موجودين هون، فحاولت ابدا في المخيمات ورحت ساعدت الناس وحاولت ازرع الضحكه على وجوههم، وكمان ساعدت الاطفال اليتامى اللي هن عايشين من دون اي حدا يساعدهم، وكمان شاركت مع منظمات كثيرة، ومنها منظمة درب، وشاركت مع فريق أهلية محلية اللي هو أسسناه، اللي هو حاول يقدم للناس قيم التنوع والسلام وحتى يأثر في الناس السوريين. وشكرا. مرحبا، أنا بشتغل مع شباب أفلاطين وأفلاطون بتعريفهم على التعرف على الذات، التعرف على حقوقهم وواجباتهم، وكمان بشتغل مع المجتمع المحلي بحيث أني أنا أقدر أعرفهم على مبدأ لهم الحد من العنف القائم على التمييز الاجتماعي أو الحد من العنف القائم على الجندر. هذا الشيء كثير منتشر حاليا وكثير على سبب ضغط للناس وخاصة للنساء اللي عم شاركين في هذا الشيء. يا رب، شكرا لكم. مرحبا، انا عمار، بشتغل بمشروع اسمه شارع الحياه مع الاطفال المشردين يلي بالشارع، بنشتغل معهم على كسر الاميه وحمايه الذات ومهارات الحياه. شكرا. انا غيم، انا مستوعبه منظمه الدرب اللي بتدرب دافعين ليكونوا بنات للمجتمع، وانا جزء من فريق اهليه محليه. فريق اهليه محليه هدفه السلام والمحبه بسوريا وكل العالم طبعا، وكان عندنا مبادرات كتير. احد هاي المبادرات انا سوري من حكينا فيها عن محافظات سوريا بتراثها وتقاليدها، وانا بحب اغير كتير بالعالم، وان شاء الله رح نبني سوريا حلوه.